كما يشارك وفد الشعب البرلماني في اجتماعات اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية للجمعية البرلمانية الآسيوية بموسكو بجمهورية روسيا الاتحادية. للحديث أكثر عن هذه الزيارة معنا عبر الهاتف من موسكو سعادة السيد أحمد السلوم، عضو مجلس النواب رئيس وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين. أهلا بك في نشرة الثامنة، حدثنا عن أهم المساعي التي قام بها وفد الشعب البرلمانية في موسكو نحو توطيد أواصر الدبلوماسية البرلمانية. في البداية أحب أشكركم على الاستضافة وأؤكد أن نهج جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وتأكيده الدائم على أهمية العلاقات الدبلوماسية والاحترام بين مملكة البحرين ودول العالم، وكذلك تكليفنا بحضور اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية من قبل رئيس مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم في العاصمة الروسية موسكو، وتحديدا اجتماع مع اللجنة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية. ومن خلال هذا الاجتماع تم التأكيد في كلمتنا اليوم أن القارة الآسيوية بسبب الظروف العالمية الأخيرة يجب أن تكون أكثر ترابطا وتكاتفا، وأن وحدة الصف الآسيوي ليست خيارا بل باتت في الظروف الدولية والأقليمية المتسارعة ضرورة حتمية، وهذا التكاتف هو الذي سيعطينا القوة لمواجهة التحديات المستقبلية سواء كانت تحديات اقتصادية أو بيئية أو اجتماعية. وفي ختام الكلمة تم التأكيد على أهمية مبادرة جلالة الملك حمد بعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، وذلك لأهمية هذه المبادرة بقيادة جلالة الملك في ظل الظروف الدولية والإقليمية الراهنة. نعم، إذن من موسكو سعادة السيد أحمد السلوم عضو مجلس النواب رئيس وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين، شكرا جزيلا لك.